وفي سياق متصل، نظمت جمعية المهندسين البحرينية في مقرها بالجفير ندوة حول نظام الكشف عن المتغيرات العمرانية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وشارك في هذه الندوة نخبة من المتخصصين من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ووزارة شؤون البلديات والزراعة، كما حضرها عدد من مسؤولي القطاع العقاري والجمعيات المهنية وجمع من المعنيين في المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. بهذه المناسبة أكد نائب رئيس جمعية المهندسين البحرينية أهمية مشاركة أعضاء جمعية المهندسين البحرينية والمؤسسات والجمعيات والجهات المعنية الأخرى في هذه الندوة والمساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمعية وتلك الجهات. من جانبه أكد سعادة مدير عام المساحة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري مكانة القطاع الهندسي في مملكة البحرين وما تشكله جمعية المهندسين البحرينية من مساهمة فاعلة في تنمية النهضة العمرانية في المملكة.